هنا عندي 2 كيلو ديال الكاوكاو بيدي، حمرته في الفران وقشرته وطحنته. عندي هنايا زلافه ديال الكوك حتى هي حمرتها في الفران. اللي بغى يدير بسكوي يقدر يستعمل البسكوي، ولا يكتفي غير بالكاوكاو. هنا عندي الكراميل مصيب في الدار، راه باقي شويه دافي، وغنحتاج العسل. بسم الله غادي نبداو. هنايا غادي نزيد في العسل حتى نجمع الخليط، ما يكونش جاري وما يكونش قاسح، يعني شويه شويه. هنايا بقيت كنزيد في العسل حتى جمعتها بحال هكا. بالنسبه للعسل والكراميل راني مصايبهم في الدار. هنا الخليط ما خصوش يكون قاسح بزاف وما يكونش جاري في التقطاع باش ما يمحناش. ها هو كما كتشوفوا راه تيتجمع. نعم بعد ما خلطت الخليط ديالي هنا فرشت واحد البلاستيكه شويه غليظه. غادي نكب الخليط ديالي هنايا وغادي نديرو على شكل مستطيل. غنخدم في الاول ايديا، نحاول انني ندير واحد الشكل مستطيل، ومن بعد غندير المدلك ونسرحو على حساب السمك اللي انا بغيت. كندور بالجناب بحال هكا باش نقادو. انا هنايا دوبت 900 غرام ديال الشوكولاط، يعني باكي ديال الشوكولاط كالا كحل، وغادي نديرها هنا من الفوق. ديالها هذه هي القاعدة ديال الحلوة ديالنا. اللي بغى يديرها كلها بالشوكولاتة ابيض يقدر يدير الشوكولاتة الابيض. انا هنايا غادي ندير نصها بالشوكولاتة كحال شوكولاتة ابيض. بعد ما كرمت لي الطبقه التحتانيه ديال الشوكولاط قلبته، دابا غادي ندير الشوكولاط ابيض.
وغادي نقاد بحال الاخرى، وفي نفس الوقت راني كندوب في الشوكولاط كحل باش ندير دوك الخطيطات. وهنايا خديت الشوكولاط كحل ودرته في هذه البلاستيكه. دابا غنبدا ندير هاد الخطيطات هادو. شفت ليا مزيان كنخليوها حتى تكرم، ولكن ما نديروش في الثلاجه باش تسهل علينا في التقطيع. انا هنا عندي واحد المسطره بعد ما قطعت حربوش طويل، انا بغنقطع هكا شكل ميل.